وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي. مساء الخير سيد سالم. إذا كما رأينا يستمر مسلسل تزوير الحقائق في الإعلام القطري، برأيكم ما الذي يأمل الإعلام القطري أن يحققه من هذا اللقط، خاصة وأنه فشل طوال هذه الفترة الماضية من كسب أي تعاطف أو حتى دعم صريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة يعني لعل المراقب ولعل الإعلامي ولعل الإنسان الخليجي في الحقيقة يشعر تجاه هذا التصرف، تجاه هذا السلوك، يعني بالخجل وبالعار للأسف. يعني نحن في المنطقة، منطقتنا الإنسان العربي، الإنسان الخليجي، كلمة الإنسان العربي، كلمة الإنسان الخليجي، يعني كانت دائما حقيقة هي الكلمة الوحيدة، هي الكلمة الصادقة حتى وإن خسر الكثير. اليوم حقيقة يعني هذا التصرف اللا مسؤول في الحقيقة، والتصرف الزائف حقيقة، والذي يريد أن يبني حقيقة حقائق ويبني وقائع جديدة على أشياء مزيفة، هو للأسف يعني ليس له نهاية. ولعل هذه النهاية المخزية التي تحدث عنها الإعلام البريطاني قبل غيره وكشف هذه الأسس تبين لنا حقيقة أن جزء من صناعة الإعلام الذي تحاول الدوحة حقيقة الدفاع عن نفسها به، نعم. يعني هو مزور وهو مزيف وهو غير حقيقي. هذه نقطة يجب أن يتوقف عندها الأشقاء في الدوحة وأن يراجعوا أعمالهم وينطبقون مع ما تحدثتم عنهم في التقرير بأنه ليس هناك حل إلا الصدق، ولعل كلمة الصدق الحقيقية العودة للجذور، عودة للأشقاء والعودة للرياض. نعم بالتأكيد. سيد سالم، من الملاحظ أن الدوحة في مثل هذه التحركات المشبوهة دائما ما تقع في فخ التناقضات الصارخة، هي في الداخل تؤكد أن المقاطعة لم ولن تؤثر على الدوحة، ولكنها في المقابل نراها تلعب دور الضحية في الأوساط الغربية. برأيكم إلى أي حد يؤثر ذلك على مصداقية الدوحة في هذه الأوساط؟ يعني المصداقية في الحقيقة منذ الأيام الأولى، يعني لسنا نحن الذي اكتشفناها ونحن أشقاهم ومحبهم الطبيعي، إنما كشفها لنا الأشقاء القطريون. أشقاؤنا في قطر، المواطن القطري، هم أول الناس الذين كشفوا هذه الحقائق. أما المصداقية في الحقيقة فهي تضررت منذ الساعات الأولى، ولكن كانت الحقيقة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وضعت تلك المعادلة الذهبية في رأيي، والتي هي اليوم أكثر إصرارا على تطبيقها وتنفيذها. هناك مقاطعة متصاعدة إلى أن تفيق الدوحة وتعود إلى رشدها. أما المصداقية ففي تقديري أنهم مع مضي الزمن هي تتآكل، ويعني ما نخشاه جميعا أن تصبح هذه سمة من سمات صناعة العمل السياسي والإعلامي في الدوحة. نعم، من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.